أخبار اليوم. أستاذ أحمد الدفتار من أحد الناجين أو الناجي الوحيد من أحد عمل أو الفدائي الوحيد، عايزين نعرف كانت العملية كان اسمها إيه، وعايزين نعرف إيه التفاصيل اللي حصلت، وعايزين نعرف كل هي كانت العملية خلف خطوط العدو في إسرائيل. ربنا يعدلك. إحنا المجموعة اللي عدت يوم 5 عملية إبرار جوي ده خلف خطوط العدو في إسرائيل. ربنا يعدلك. عبرنا يوم 5 اتعاملنا مع العدو 5 أكتوبر قبل العملية بيوم. قعدنا جوه في اسرائيل 8 ايام في وسط اليهود بنضربهم في معسكر الادار ومعسكر حدود وبحدك، وضربنا مستعمره وضربنا دبابات اسرائيليه، ويمكن مسكناهم حطينا قنابل في قلب الدبابات عشان ما كانتش الذخيره اللي معانا خلصت. بقينا حريصين على ان احنا نستعمل بالذخيره، اتعاملنا بالسلاح الابيض معاهم وبحدك، لدرجه انه بعد كده اليهود نزلوا علينا باربع ثلاث هليكوبتر وحوطونا بكوماندو اسرائيلي كان عددهم اكثر من 100 واحد. عددكم قد ايه؟ احنا كان اصلا 25 فضلنا 8، والاخر فضلت انا وواحد اللي هو السيد زكريا قدام 100 اسرائيلي باعترافات الجنرال ديفيد العايز رئيس اركان الدفاع الاسرائيلي، عشان هو كان كوماندو اسرائيلي بيحارب ضدنا في نازل. العمليه اللي كان متخطط لها اتعملت زي ما هي كان متخطط لها ولا اتعمل اكتر منها؟ احنا اتعمل اكتر منها عشان اتعاملنا بالكفاءه بتاعتنا. اتعاملنا. خبر حضرتك الحمد لله يعني.